ده مكسور، هنشيل الزيادات. يلا نسيب السلك الأحمر. واو ليدي باج، الباور بانك المميز ده هيسمح لكم تشحنوا أجهزتكم في أي مكان. ليدي باج وكات نوار في خروجة برا البيت، ده وقت هايل لرحلة خلوية، مكان مريح قوي. أنا جبت لك حاجة، ده علشانك. واو في إيه جواها؟ يلا نشوف. حلة؟ أنا حتى ما بعرفش أطبخ. بصي جواها. واو باور بانك عليه صورتي، جميل. دلوقتي هقدر أشحن الموبايل. إيه الهدية المدهشة دي؟ دلوقتي أصدقائنا السعداء ممكن يشوفوا لالي لو حتى وهم برا البيت. نقص الشاشة، نلزقها في جسم من ورق فوم. بورتريل إلسا على الظهر. جرب صورة أميرتنا التلجية. أنا بحب المخبوزات الفرنسية، ويتر كرواسون وقهوة لو سمحت. طبعاً. أوكي. فارس ملهمة جداً، بتخليني مبدعة. أنا عايز أرسم على التابلت. قهوتك يا أنسة. لا. مادموزيل أنا آسف جداً. بتحصل مع أي حد، ما تقلقش. عندي فكرة تديده. ده حتى دلوقتي بقى أحسن. برافو، أنت مبدعة جداً. أنا بحب أبتكر. عايز أرسم حتى لو على جراب موبايل. عواد تقليب قهوة هتكون مفيدة. هنلزق عليهم الشاشة وغلاف الظهر. أوبس، السمارت فون بتاعنا اتكسر. هنضيف له جراب واقي. دلوقتي الوقوع مش هيكون مخيف. نعمل قالب براند موبايل جديد من سلسلة تشكيل. نبعته يتخبز. خلصنا. جراب الموبايل متغطي بالأحمر. نقص فتحة للكاميرا. واو ليدي باج لطيفة قوي. الجراب التاني ده شكله كأنه حاجة لذيذة في الجليز. والتالت عليه لوحة من الورد. دلوقتي عندنا جرابات موبايل لأي مود. خبراء التكنولوجيا دايماً جاهزين لمساعدة زبايننا. هاي أنا عندي مشكلة، كنت برمي اليويو ووقعت موبايلي بالغلط. لازم أتصل بكات نوار؟ مفيش مشكلة، ممكن نغير لك الشاشة، مش هتاخد أكتر من دقيقتين. ريدي؟ أنا بنصحك تستخدمي جراب موبايل، في كذا اختيار لموديلك. شكلهم جميل قوي. واو هشتريهم كلهم. شكراً، أنا سعيدة قوي. باي. وقعته تاني. أوبس شاشتي كويسة. كله بفضل الجراب الصغير الحلو ده. أتمنى لكم سعيد. يلا نعمل براند جديد من سمارت فون. شاشة مطبوعة ولوحة المفاتيح جاهزين. هنضيف مراية. نضيف لجهازنا كاميرا. التصميم المميز ده هيسمح لكم تصوروا أحلى صور سيلفي. أنا قررت أفاجئ أختها. هديتي هتكون مميزة. ألو، أحدث موديل في تصميم الجليد لو سمحت. أهلاً، هنوصل لك كل حاجة فوراً. أوكي. أختي، عيد ميلاد سعيد. واو. شكراً. وات؟ مالتي كوكر؟ هعمل بيه إيه؟ أنا حتى مش بعرف أطبخ. بصي كويس، افتحيه. إيه؟ مش مصدقة، ده مميز جداً. واو، شكراً يا أختي. يلا نتصور سيلفي عشان نفتكر اليوم المدهش ده. واو، صور حلوة. السمارت فون ده بيضيف فلتر تجميل بشكل أوتوماتيك. هنحدد نماذج دايرتين على ورق فوم. نجمع القطع في شنطة. نزين البومباك بتاعتنا بقطع ورق فوم زينة. اكسسوار ستايلش وعملي كل يوم. هاي صديقتي، كنتي مستنيني؟ بقالنا مدة طويلة ما شفناش بعض. أنا عارفة صح؟
إلسا شكلها هيل، شفايفي محتاجين ملمع. هو فين؟ أنا دايماً بضيعه. ما تلاقيش الفضلي بتاعي. كل ده بيحصل لك عشان معكيش بومبيج. اتفضلي، أنت محتاجها أكتر. أوه شكراً ليكي، دلوقتي ملمع شفايفي هيكون دايماً قريب من إيدي. واو شكلها حلو عليكي. جميل إني شفتك، باي. باي، جود باي. عدى وقت، صدقتني تقابله في نفس المكان. أهلاً يا جميلة، عاملة إيه؟ اسمعي، اشتريت ملمع شفايف حلوة قوي. أوبس، أنا مش لاقيه. معايا حاجات كتير هنا. آه، لقيته. أنتي بتختبري الشنطة دي؟ بجد شنطتك طلعت مفيدة. هنعمل كاميرا تصوير منشوكة بلاستيك. نضيف جسم بعد سيد ونثبت كاميرتنا على الحزام. جو برو بتصور المغامرات المتحركة. إلسا قررت تكون بلوجر. أول ستوري ليا هتكون عن السكيتينج. لازم تمسكوا عجلة القيادة بإيد واحدة. خلي بالك يا أختي. ده محرج جدا. استخدام الموبايل وقت السواقة خطر قوي. انتي جرحتي؟ واو. استني، كاميرا جو برو هتخلي المسألة أسهل. واو، إيديا حرة. هايل، متأكدة إن مشاهداتي هترتفع جدا مع الكاميرا الجديدة دي. والأهم من ده إن الكل في أمان. نلف كتل صلصال خفيف ونغلف قطع السلك باللزق. نضيف وسائد ودان. السماعات معمولة من الصوف. نزين سماعتنا بنقط. أنتينز ملزوقين من فوق، شكلهم كأنهم شنب. سماعات بستايل ليدي باك هتصنع بطلتنا. المكان ده مش نظيف خالص، وأنا ما عنديش أي طاقة لتنظيفه. كسلانة قوي. أنا عارفة، كل حاجة بيكون أحسن مع المزيكا. شغلت تراكي المفضل وهشحن نفسي بالإيجابية. دلوقتي ممكن أبدأ في عدتين. أكنس كل حاجة، أغسل الأرض دلوقتي. خلصت؟ مستحيل. شكراً يا سماعات. هنقص لوحين من بلاستيك شفاف. نلزق كل حاجة مع بعض. نضيف زرار. هنستخدمه مرتين وابتسامة سنو وايت بقت مضمونة. إلسا بتقضي يومها الصبح مع فنجان كاكاو وكتاب. الوقت بيمر من غير ما تحس مع الكتاب. الفنجان ده رقم كام؟ أوبس. حبي لكاكاو والشوكولاتة السخنة ليه نتايجه مش حلوة. ده وقت زيارة طبيب الأسنان. دكتور، عايزة أرجع أسناني بدمن تاني. في حد هنا مهووس بالمشروبات الغامقة؟ دي لو سمحت. هنستخدم جهاز جديد للتبييض. ما تقلقيش، ده ما بيوجعش خالص. اتفضلي، ابتسامتك رجعت مثالية تاني. شكرا، دي عملية حلوة. نستخدم علبة آيس كريم. نضيف بقع ونثبت غطا. أنبوبة بتلمع بالجليتر، نثبتها. أنبوبة تانية من فوق. إزازة بوب هتكون مفيدة. هنستخدم الغطاء. تركيبة ألوان مثالية. نضيف زراير تحكم. تكنولوجيا جديدة، مجفف شعر قوي. بسرعة جربوه. أهلاً، أيوة، أعملي حجز الباربي جنب الشباك. أوبس، لا، لازم أخلي بالي أكتر، أنا اتبهدلت خالص. شعري، إيه؟ منقصتي. ما
مساء الخير، انقذيني. ما تلاقيش، ممكن نغير لك تسريحتك. اتفضلي عادي، خلينا ننظف البقع. ها كده احسن. الشعر مغسول ومتسرح. هنضيف الخصلات دي بالمجفف الجديد. واو، دي حاجة جديدة. شكرا، انا سعيدة قوي. الهاند باك دي هتكمل اطلالتك. صالون مدهش، انت محترفة. نقص الانبوبة، نلفها بورق فوم. نلون البلاستيك ده بلون معدني. براند مجفف شعر جديد مجهز بفتحة مخصوصة. نوصل مقبض وايرلس، نسخة تريندي محدودة جدا من مجفف شعر دايسون. إلسا بتعمل شعرها كل يوم. عمل شعري بدايسون سهل. كل حاجة خلصت، مش فاضل غير الميك اب. وادي أوضة إلسا، هي عارفة حاجات كتير عن الديكور الداخلي. واو جميلة، وإيه الجهاز ده؟ مجفف شعر ولا ميكروفون؟ اطفي، أنا بدوب. أوه لا، هعمل إيه؟ إلسا الحقينا. ده اللي بيحصل من اللعب بحاجات الناس. مفيش مشكلة، بعرف أصلحه. شوية سحر شتوي. وصديقنا سنومان رجع سليم كأنه جديد. قصة بنهاية سعيدة. صندوق مليان بالزراير، البينك هينفع. هنلفهم في سفنية. هنقص دايرتين من ورق فوم لامع. نلف القوس اللامع لسماعة. بصوا على الوردة الشيك دي. هنعمل قرنين من لونين صلصال بوليمر. لمعان أكتر. نرسم ودنين. سماعة يونيكورن بقت جاهزة. لولا بتحب اليونيكورنز. الأوضة كلها مليانة بكائنات لولا المفضلة. يا ترى أعمل إيه؟ صح، أنا هسمع مزيكا. السماعات أهي، هوصلها باللاب. ووهو، الأغنية ألهمت لولا إنها تلون اليونيكورن. لولا أهلا. أوه هي سينثيا، هاي، خوفتيني. تعالي نتفرج مع بعض على ليدي باج، في حلقة جديدة نزلت. لولا شالت سماعتها. البنتين مستغرقين جدا في الفرجة على مغامرات ليدي باج وكات نوار. ايه رأيك فيها؟ انا بحبها، اتمنى لو اكون زيها. واضح ان لولا معجبة كبيرة بليدي باج. انا عايزة اعلق بوسترز لليدي باج. اسفة يونيكورنز، سماعتي ممكن تفضل هنا دلوقتي. واو، قطع ليجو كتيرة جدا، هنختار شوية. واو، دول بيتحركوا. دلوقتي عندنا طيارة درون. هنزينها بسنوفليك فضية. يلا نضيف حجرة راين. في هنا صورة لإلسا. محتاجين ريموت كنترول. زرارين. هنثبت حامل موبايل. بالطيارة الدرون دي ممكن تصوروا أجمل لقطات مدهشة من فوق. ميليسا بتحب التكنولوجيا الجديدة، راحت للحديقة علشان تلعب بطيارتها الدرون. طيب طيب، فين الريموت؟ أهو، يلا نطير يا صديقتي. أنا لازم أرجع طيارتي الدرون. مش عارفة أوصل لها. هرب. طب لو استخدمت عصاية؟ لا. هاي، ممكن أساعدك؟ هاي، طيارتي درون اتزنقت. انتي في نفس طولي، ما افتكرش هتقدري توصلي لها. بصي، هحاول استخدم طيارتي درون عشان اوصل لطيارتك. اوه هتقع. شوية صغيرين كمان.
الدرون وقعت بين ايدين ميليسا مباشرة. شكرا، العملية نجحت والبنتين بدأوا يلعبوا مع بعض. هنقص كان معدن، هنطلب المساعدة من أهلكم، هنعلم حجم شاشة سمارت فون، هنشيل الزيادات. طب يا ترى أي نوع ورق فوم ممكن نستخدمه؟ البنفسجي. هنقص الغلاف الخلفي من الموبايل. يلا نضيف كاميرا بحجارة راي. واو، ده بيتطبق. هنخطط تفاصيل على كرتون سمير. دلوقتي بقى عندنا علبة، هنزينها بجليتر. هنقص ورق بينك كحشو. حطوا الموبايل الجديد سامسونج فليب في العلبة. أب وبنته دخلوا محل إلكترونيات. أهلا، أنا محتاج لابتوب للشغل، تنصحني بيه؟ إيه رأيك في ده؟ أنا محتاج حاجة أقوى. إيه رأيك في ده؟ ده مش نوعي المفضل. إيه رأيك في واحد عملي أكتر بأبسط تصميم؟ ده بالظبط اللي أنا محتاجه. بنته في نفس الوقت بتدرس الأجهزة التانية. واو، ده جميل. بتبص على الموديل الجديد من سامسونج فليب. احنا عندنا سحب قرعة دلوقتي حالا، جربوا حظكم. بابا يلا نجرب. اوكي يلا نعملها، اختاري كورة، انتي دايما بتكوني محظوظة جدا. الخضرة، دلوقتي يلا نشوف. واو مبروك، انتي حالا فزتي من موبايل سامسونج فليب. ايوه، كانت فرحانة جدا وتخيلت انها اتنقلت لجنينة من الورد. الموبايل ده كله ملكي. إيزابيلا بدأت ترقص. أظن إن أنا كنت بحلم وأنا صاحية. شكرا، افتحيه. بابا ده حتى أحلى من اللي أنا تخيلته. Goodbye. هنرسم فريم نظارة، نضيف العدسات، نزينه بشريط من ورق فوم. قطعة تانية، هنضيف شاشة معمولة من بلاستيك شفاف. آدي الفريم بتاعنا، هنزينه بحجارة راين. هنضيف في آر ممكن تاخدكم لأي مكان. بقالي مدة طويلة قاعدة في مكاني، يا ترى ممكن أعمل إيه تاني؟ أهلاً ستيسي، تعالي لي. أنا اتفرجت على مسلسلات التلفزيون اللي بحبها فعلاً. بعد دقيقتين صديقتها وصلت. هاي ميليسا، بصي أنا جبت إيه؟ نظارة في آر. هاي، طول عمري كنت عايزة أجربها، دلوقتي تقدري. أنا مش عارفة إزاي. البسي النظارة بس، وهتاخدك على طول الواقع الافتراضي. أنا دلوقتي في سفينة فضاء. استني، جربيها. أنا لازم أستكشف كل حاجة. واو، حاجز، ما شفتكش هناك. أوبس. البنتين استمتعوا جدا، لكن المهم تنظفوا المكان قبل ما تروحوا في مغامرة زي دي. هنغلف زرار في صلصال بوليمر، نعمل ملمس عجلة، نلونها أسود، نرسم تفاصيل على كرتون سميك. هنضيف نقشة بنقط بولكا، شكلها شبه ليدي باج بالظبط. هنجمع العجلة الفردية، هنعمل مسانق قدمين من عصاية خشب وورق فوق. ليدي باج، أتمنى لو أكون زيها، سريعة وقوية، بتنط على الأرض وبعدين على سريرها. أنا ليدي باج العجيبة وهنقذ العالم.
أوه يا أشرار، خلي بالكم. حبيبتي، تعملي إيه؟ مامي، أنا ليدي باك. واو. أوه، استني دقيقة. الأم رجعت بعجلة فردية جديدة. بيبي، ده ليكي. دلوقتي أكيد هتكوني سريعة جداً زي ليدي باك. حلوة قوي. لولا بتتعلم بسرعة، لكنها حالياً محتاجة تمسك إيد مامتها. أيوة، نجحت. هنرسم تفاصيل على ورق فوم. نقص دايرة في النص. نرسم نقط سودا ونضيف حمالات. السلامة أولاً. نلف راسها في قطعة فويل. نلفها باللزق. نغطيها بصلصال بوليمر. يلا لمون الخزة بالأحمر الفاتح. وطبعاً هنضيف نقط بولكا. واو. الأنتنة هتتعمل من منظف الأنابيب. هنضيف أحزمة. معدات الأمان جاهزة. دلوقتي لو وقعتي هتكوني كويسة. أوبس، دي وقعت. حبيبتي، أنتي كويسة؟ أنتي محتاجة حماية. طيب دلوقتي ممكن تركبيها وما تخافيش من حاجة خالص. ليدي باك، شكراً، أنتي الأحسن. لولا جريت بسرعة على مامتها. لولا، بيبي، جبتي الخوذة منين؟ ليدي باك اديتهاني. واو، دي حلوة قوي. يلا نروح نشتري شوية آيس كريم. اختيارنا هو البنفسجي. هنرسم تفاصيل على ورق فوم. نقصهم. نثبت الدبوس. واو، دي سماعات ألف. هنلبسهم ونسمع مزيكة الألفز. إيفا وصلت في الوقت المناسب لأول درس. أهلاً يا جماعة. البنت لاحظت ولد جديد. لولا، مين الولد ده؟ ده جديد معانا. إيفا قررت تتعرف عليه. لازم نعرفه على مدرستنا. أهلاً، أنا إيفا. لكن الولد رد عليها وشاور لها بس. إيفا بصت له عن قرب. واو، ده إلف. في الغالب هو مش فاهم لغتنا. أتمنى لو أعرف أتكلم لغة الإلف. كانت مروحة البيت من الحديقة. إيفا، استني، أنا سمعت أمنيتك. ها؟ أنتي مين؟ هديكي السماعات دي. البسيهم وهتقدري تتكلمي لغة الإلفز. واو، شكراً. أول ما إيفا لفت علشان تشكر الجنية، اختفت. أهلاً، اسمك إيه؟ هاي، ده مش متوقع خالص. أنا ساتي، أنتي اسمك إيه؟ إيفا، جميل إني قابلتك. ها؟ إيه؟ أنا مش فاهمة. يلا نهز السمارت فون. دي القطعة اللي هنحتاجها. أنصف كور شفافة. نقص دايرة بنقط بولكا. نمرر منها سلك. أنصصنا هيتجمعوا دلوقتي. يلا نضيف شاشة. الزرار اهي. جهاز ليدي باج الخارق بقى جاهز. اليويو ده بيخليها متصلة بكات نوار. لولا بتتمشى في قلب باريس. أنا لازم أصور سيلفي مع برج أيفل في الخلفية. لازم أنشرها على الستوري عندي. أهلا يا جماعة، النهاردة يوم هايل. ليدي باك؟ ليدي باك بتنقص باريس زي ما بتعمل دايما. لا، ليدي باك ضيعت اليويو بتاعها. لازم تسترده بسرعة. ازاي ضيعت الجهاز المهم ده؟ في حد بيتصل. ده كات نوار. ليدي باج، اوبس، اليويو بتاعها معايا. هحاول ارجعه لها. هو فين؟ ليدي باج، ده اللي انت بتدوري عليه؟ انت انقذتيني. شكرا، انا لازم امشي. هندفي قطع الصلصال هوائي جاف. نعمل مكعب. دلوقتي معانا عدسات. يلا نعمل بروجيكتور.
هنزينه بسنوفليك. يلا نضيف أرجل من الخرز. دلوقتي ممكن تتفرجوا على الأفلام على شاشة كبيرة. أوه، إيه الفوضى دي؟ أوه ماي جاد. حبيبتي حصل إيه؟ أنا كنت بقيس فساتيني مش أكتر، هنضف. واو، إيه اللي عندنا هنا؟ لقيت بروجيكتور صغير. أنا عارفة هعمل إيه أنا والبنات، هنتفرج على أفلام. بنات، أنا في انتظاركم. ملسا، هاي. اطلعوا على السرير ويلا نتفرج على فيلم. أنا جبت لكم سناكس. أيوة، الفرجة على الأفلام في البيت هي أحسن تسلية. نفك أجزاء برية. نضيف ورق فوق. نثبت إضاءة LED. هنحدد سلوات إلسا. إيه الأباجورة الليلية المدهشة دي؟ ميليسا قاعدة على الموبايل. بيبي، ده ميعاد نومك. لكن ماما، أنا مش عايزة. الوقت اتأخر. الأم حطت بنتها في السرير وطفت النور. ها؟ إيه ده؟ مين هناك؟ ميليسا اترعبت من الظلال وجريت على أوضة باباها ومامتها. ماما، بابا، أنا خايفة. تعالي نشوف كده. حبيبتي، مفيش حد هنا. ميليسا، ممكن ننور أباجورة إلسا الليلية؟ واو، إلسا هتحسسك بالأمان خالص. تصبحي على خير. ميليسا غمضت عينيها وراحت في النوم. أحلام سعيدة. هنحتاج غطا من علبة ميك اب قديمة. نلمع جوانب. هاي، نختار أعواد شليمو وعصاية أكل. هنكسرهم لقطع. نجمع ترايبود. طبق قمر صناعي من ستارلينج. هيمدنا بإشارة سريعة لأي مكان العرايس يكونوا فيه. إيزابيلا راحت في رحلة طويلة. طريقها وصلها لجزيرة مهجورة. أيوة، جميل قوي إن أنا آخد حمام شمس. أنا والشمس وبس. بس أنا محتاجة أكل. إيه؟ هو مفيش واي فاي هنا؟ دي كارثة. أوه، أهلاً أولاف. أوه، أخيراً لقيت صحبة. بالمناسبة، بص أنا لقيت إيه؟ ده إنترنت بالقمر الصناعي. أيوة، كده ممكن أطلب توصيل أكل المفضل لحد جزيرتنا. مين عايز بيتزا سخنة؟ ياي! يامي! سو جود! الرحلة الخلوية على جزيرة استوائية نجحت بشكل هايل. هنفضي العبوة ونغطي باليت آي شادو قديم بلون فضي معدني. هنرسم لوجو أبل صغير. نقص الصورة المطبوعة. نثبت لوحة مطبوعة بلوحة مفاتيح. Well done. هاي، أنا ممكن أزين جهازي اللابتوب بالستيكرز اللي تعجبني. شكله هاي. أوه، في فساتين كتيرة قوي، لكن ما عنديش حاجة ألبسها. لكن ممكن أطلب دولاب هدوم جديد. أنا بحب الفستان ده. جميل، التوصيل السريع جداً على حساب المحل. الطرد أهو. أيوة، ده جميل. يا ترى لايق عليا؟ من السهل شكلي يكون جميل باستخدام جهازي ماك بوك اللي بحبه. هنلف قطع شاليمو بشريط أحمر. هنعمل قطع.
حجم مثالي للإسوارة. هنأمن مربع ورق فوم. فيها زرار من الجنب. هنضيف شاشة. ساعة سمارت جاهزة. ميربل كانت نايمة بعمق. صباح الخير، فين نظارتي؟ هي الساعة كام؟ واو، أنا لازم أجهز بسرعة. طيب، تنظيف أسناني، آخد شاور، أسرح شعري. فين حاجاتي؟ يلا نشوف مشيت كام خطوة. واو، 1000 خطوة الصبح في البيت. ده جميل قوي إن ساعتي السمارت اللي بحبها دايماً تكون معايا. نقسم سباتشيلا خشب لأجزاء منفصلة. ندور الأطراف. نغطي القطع بلون أكريليك. البنفسجي شكله هايل. نأمن شاشة مطبوعة على الفريم. الكاميرا الثلاثية دي هتصور صور جميلة. عملنا دعامة مناسبة من خرزة. نسخة جديدة محدودة من لالي فون مخصصة للجمال. إيزابيلا قررت تكون فيديو بلوجر. أهلا متابعيني الأعزاء، سألتوني أكلت إيه على الفطار. ده يوم هايل لاستعراض محتويات مطبخي. أنا هأمن جهاز لالي فون في الترايبود عشان الكاميرا ما تتهزش. كده أحسن بكتير. ساعدت إيزابيلا فتحت ورود كتيرة حواليها. أنا حتى مش محتاجة أستخدم فلاتر الإنستا. يلا نصلح المانيكير ومبرد الضوافر. هنشيل الطبقة الخشنة. نقص الجزء الداخلي الناعم. ده فريم مثالي التابلت. نقص ورق فوم بالحجم المناسب. نضيف لوجو أبل ونثبت كاميرات. في زرار حساس متثبت في واجهة الفريم. ميرابيل سعيدة جداً بالتابلت الجديد بتاعها. ده جميل قوي. أوبس، أنا ساذجة جداً. أيوة، مفيش مشكلة. جراب هيحمي الشاشة من إنها تتكسر. برافو. يا ترى نختار أي خيوط؟ الأزرق. هنحط كل حاجة جوه صندوق العجائب. سحر اللالي لو كيس قماش بقى جاهز. هنزينه بالشكل ده. هنربط الجوانب بحبل ونكمل القطعة بكرانيش. التابلت بيدخل فيه بسهولة. Thank you. دلوقتي ممكن تاخديه معاكي وما تقلقيش من وقوعه. ميرابيل بتحب أجهزتها. هعمل مكالمة فيديو مع أختي. أهلاً إيزابيلا، عاملة إيه؟ أوه أهلاً، يا ترى هشوفك إمتى تاني؟ الأجازة دي أوه، تقريباً نسيت أودي حيواني الأليف للمربية. صديقي اجهز، إحنا ماشيين. هنقص قطع شاليمو شفافة. نملاها صلصال خفيف. هنضيف مقبض وكورة من فوق. نلونها بنفسجي وبينك. نغطي الميكروفون بحجرة راين وشريط من لزق زينة. أي مغنية هتحبه. ممكن كمان تعملوا حفلة موسيقية حتى في البيت. إيزابيلا بتجهز قدام المراية. أنا متعودة أغني فرشة الشعر. ما تتكسفيش يا بيبي، كل الناس لازم تسمع صوتك الجميل. بميكروفون جديد، أغنية إيزابيلا بقت أحسن بكتير. التسريح اتحول لحفلة موسيقية مرتجلة. نسحب خيط. هنحتاج البكرة بس. اطلب المساعدة من أهلكم. الأعواد ملونين جدا. نقطع قاعدة الهوفربورد. نأمن المحور بعجلتين.
ونضيف قطعة بجليتر. هناخد دوائر من أساور سيليكون ونأمنهم في العجل ونضيف زينة أكتر. فوالا، دلوقتي ممكن تسوقوه في أي مكان تحبوه. ميربل بتحب تستمتع، فإيزابيلا قررت تقدم لها حاجة مفيدة ومسلية بمناسبة عيد ميلادها. كانت بتحلم بهوفر بورد من مدة طويلة. هي دي حفلة علشاني؟ أيوة. Amazing. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد، اتفضلي هديتك. ميرابيل فتحت العلبة. واو، ده اللي كنت عايزاه بالظبط. الأحلام بتتحقق، ده حلو قوي. هوفر بورد. ميرابيل فورا جربته، لكن إيزابيلا مش شاطرة في استخدامه خالص. أوه، محتاجة أدرب أكتر. نحول زرار لؤلؤ مسطح لـ MP3 بلاير. هنضيف شاشة وزرار بيلمع. نثبت كابل. الخرز هيكون سماعات هايلة، ممكن تاخدوا معاكم لما تروحوا تتمشوا. جميل قوي ان انا انام فوق النجيلة وابص للسما. هيكون كمان احسن مع المزيكا، اغاني جميلة، فراشات وسحب. انا في الجنة. نقص قطعة من كرتون مضغوط، نصنفر الجوانب، نلونها بلون نعناعي، نغطيها بلون مجسم. دي جميلة. نضيف وسائد وجيب. ربطة شعر بتتحول لكابل USB. هنكمل الباور بانك بالزراير. ميرابيل مشغولة بالكتابة. كتابي تقريبا جهز. أوه لا، شحن بطارية الماك بوك قليل. لحسن الحظ معايا باور بانك جديد، ده مفيد قوي. ده وقت ان انا اخد بريك. بعد ما حطت الشاحن في شنطة ظهرها، ميرابيل راحت ترتاح. ممكن تشحني موبايلك وقت ما تحبي، ومش هتحتاجي حتى فيش الكهرباء. نحدد الكرتون، نقص قطعة مستطيلة، نلون القطعة بالأبيض. نغلف الشاشة باللزق. هو موبايلي بيرن؟ أنا سامعاه. أوه، معي حاجات من كل الأنواع في شنطتي. ياي! ألو إلسا؟ تعالي، أنا مستنياكي في الكافيه. هاي يا صديقتي، ايه الموبايل الفليب الجميل ده؟ دول لسه طالعين، انتي محظوظه قوي.